طيب دكتور عصام، كان في بعض الأخبار كلمت في مسألة أن هو نفسه اعترف بارتكابه لهذه الجرائم، مدى صحة هذه الأخبار؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك، هو في بداية التحقيقات ما اعترفش خالص، وكان كلامه وحديثه يعني متسق تماما مع مقتضيات العقل والمنطق، ثم بعد ذلك أدلى باعترافات أنا من وجهة نظري هي اعترافات غير منطقية بالمرة، لأن شخصية كريم اللي ظهر في الورق لا يمكن أن نتخيل أو نتصور أن يكون ده حديثه. أنا برجع المسألة دي للعديد من النقاط، هو راجل مدمن المادة مخدرة الأيس، أثار الانسحاب من الأيس دي بتسبب هلاوس سمعية وبصرية، يعني ممكن أقعد معاك كده أتم سعادتك بأي حاجة وهلاوس سمعية وبصرية. فلما نيجي نراجع التحقيقات نلاقي في أول يوم تحقيق هو كلم كلام متسق تماما اللي هو ما اعترفش بيه نهائي، بعدها بثلاث أيام في عملية الانسحاب من المادة المخدرة الكلام لا يمكن أن يتصوره عقل، وده السبب الرئيسي اللي أنا هقابل المتهم وهتأكد منه الكلام اللي قاله ده، هل الكلام ده حدث بالفعل أو الكلام ده كان عن وليد إرادة حرة ولا حصل إيه؟